إذا متتبعي قناة شوف تي في، تحية للجميع، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من قلعة صراغنم. مشاهدينا معنا اليوم واحد الحالة ديال واحد المسنة، وكما شفتوا معنا في العنوان مشاهدينا ما بقاتش المحنة وما بقاتش الرحمة. إذا هذا العجوز، هذا المسنة كتقول أن هي من بعد ما ربات وكبرات الأولاد اليوم كتعيش في الزنقة، كتعيش في الشارع، من بعد ما كتقول أن ولدها جرى عليها الشارع وخلاها على برا من بعد ما توفى الزوج ديالها وجردها من كل الأملاك اللي خلى الزوج ديالها. إذا مشاهدينا غنخليكم مع هاد المسنة اللي غتحكي لنا يعني القصة ديالها والظروف ديالها في الشارع، وكما كنعرفوا كما كتقول هي أنه في أثناء هاد المرحلة أو هاد الفترة ديال البرد القارس اللي كتعرفها بلادنا وفصل الشتاء. غنشوفوا هاد الأم اللي هي بالشارع دابا. تفضلي لالا، تفضلي احكي لنا شنو وقع لك. عاودي لنا من الاول شنو وقع كيما عاودتي لي. ولدت ولدي وتوظف، جريت معاه تقرا والحق عليه حتى الدوديات وقرا وتوظف، جمع راسو جمع مره واحده، ما تاش يعرفني. قلت راني مو، قال لي اش من صفه عامه باش انت مو. ضربني لاحني وهرس العكاز، وملي مشيت للجدارمية يوم الحد وقال لي تسناي لجودة تيجي، ما تسنيتوش وجيت للقلعة ولحقت عليه عاد في المحكمة وناض خرج برا، ناض خرج برا وخلى الموظفين قاعدين. قعدت أنايا مشيت للجدارمية، مشيت للوكيل وصفت الجدارمية قال لي حل لي دارها، لحقت حلو الدار يعني سد عليك الباب. أييه لحقت هذاك الخطا السطح الاول، الخطا السطح الاول سحبوني واش غايبه هنايا. حليت شطت البيت جففته خليت السطل البانيو تما، ما بقاوش فيترينا وبانيو كاع الحوايج اللي خليت هزوهم طلعوهم فوق. واليوم الشكوى الله ليكم، اليوم الشكوى الله ليكم، اليوم الشكوى الله ليكم. شوفوا من حالي، الله يشوف من حالكم. ايوا سرحت درية 13 بهيمة، سرحاها ونحش ليها ونوردها وسطر البقرة حليب وعود. العود ملي غادي بيه قلت ليها انا بغيت باش ندوز، شديت لي القنبة الوالية يدي وطلبوا الواقفة اللي بغات ترفد الداخل، ترفد العود. باعو قضى غرادو بحال حتى حاجه ما ديالتي انا، ما يشاورنيش، يقضي غير في غرادو ويدير اللي بغا، وانا ما نقول غير الله يعاونك وليدي، الله يعاونك وليدي، هادشي اللي نقول لي. واليوم راه دار فيا ما دار مولاي علي في النصارى. اليوم 13 بهيمه كيجيب لي النقال الجوا، ندفع 60 اللي ندفع وصل في يدي فيه 5، هي 35 65، ونجي يعطيني الجوا نديرو تحت المخدة، قال لي جي ارفد أوليدي هداك الجوا، والله ما قلب شحال فيه، قال لي فيه 130، شهر على خوه، ماشي غير شهر. ملي ما تبغاني شاي عرف كيدير، يركب في الطلوبيل، قلت له وليدي شري طلوبيل ما بغاتكش تمشي على الموتور، وسط الموظفين حشومة، شرا طلوبيل مرسيدس كحلة شوية باعها وشرا داسيا، راه كيركب عليها دروك، يخلي نعد الشانطي ويدوز مركب نسيبتو ومرتو ويخلينا عاد الشانطي. هادشي محشوماش، انا ما مهمش ما موش، وضربت عليه ضربت عليه نيت معودة ربي. واخا لالا قلتي لي انك درتي شكايه حول باش تسترجعي داك الاملاك اللي خلى الزوج ديالك وكذلك النفقه، احكي لنا. قيدت سيدي النفقه، باقا بلا داك الساعه ما خرجت، قيدت النفقه ما عطانيش، قيدت سيدي النفقه الاخرى، كثروا ليا سؤال داك الصوار كثيره، ما تخرجتش يعني.
والنفقة الأولى ها ورقتها ها هي فين هي. مشيت عند ملاك المخزنية خرجوا لي الوراق تاع البلاد، قال لي البلاد ديالك ما يسالك فيها حتى واحد شي حاجة. إوا ها وراقها ها هي، لا نكذب ولا شي حاجة. واخا لالا شنو كطلبي دابا؟ نطلب يدير لي يعطيني باش ندير دار، يحوز من عندي هذيك خلصها ليا ويعطيني باش ندير داري وبلادي. بلادي انا ما كبرت على المكرش، يعطيني غير اللي داروا لي جماعه صلاني. واخا لالا اليوم كتعيشي انت قلتي كتعيشي في الشارع يعني في الزنقه كيف دايره في هذا البرد وهذا؟ عاودي لينا. وايلي كيف دايره؟ كي هذاك اللي راه في المكبول بحال هكاك دايره البرد والسمره والشتا اللي تحس عليه يومين يقول لي سرعة الولاد، تحس عليه يومين يقول لي سرعة الولاد. يعني اللي جلستي عنده يومين تيقول لك سيري عند ولادك، واخا امي انت اليوم شنو كتقولي لولادك اللي كيشوفوا؟ نشرط لك وجهك. شنو تيقول شنو كتقولي لولادك اللي كيشوفوك دابا؟ شنو كتقولي لهم؟ نقول لهم دخلوني ملي دخلوني قالت لي هذيك نشرط لك وجهك، تذبحني في الليل ولا شي خرجت في حالات. شكون هي اللي غتشرط لك وجهك؟ مرت ولد ولدي قالت لي فنعرفك انت، نعرفك انت يا شكون انت يا قلت لها راه محمد ولدي. قالت لي شي خيانه ماشي ولدك، ما دام نعرفك نشرط لك وجهك. وفاش شرط لي وجهي نخرج اسيدي اللهم يبقى وجهي زين ولا تشرط لي. واخا لالا اليوم اش كتقولي لولادك اللي كيشوف؟ شنو كتقولي لهم باش الولاد الاخرين؟ اسيدي نسالهم حق البزوله والميلاد والاخر نسالو كلشي الدهريه نسالو ليه. شنو كتقولي ليه؟ يعطيني نصيبي ويتفرق لي على بلادي، هو عنده حقه في المخزن. إذن متابعي قناة شوف تيفي كما تابعتوا معنا في هذا البث المباشر من قلعة سراغنا، وكما شفتوا معنا في هذا المسنة اللي اليوم كتقول أنها كتعيش في الشارع من بعد ما تم الطرد ديالها من المنزل ديالها من بعد وفاة الزوج ديالها من طرف الابن ديالها. دخل الكيافة، دخل الكيافة إذا نقص في كفيف مقابل البقر لما أنا ما تتقابلت والو عاد مقابلين أخرين. إذن كما شفتوا معنا هذه القصة، هذه القصة المؤلمة ديال هاد العجوز اللي كتقول أن هي من بعد ما كانت يعني كترعى البقار وكانت كتحلب وهادي وربات وكبرات، اليوم كتقول أن الولد ديالها جرى عليها وجردها من الأملاك ديالها اللي خلى الزوج ديالها وجرى عليها الشارع. اليوم كنشوفوها في مدينة قلعة سراغنا في بعض الأزقة، واليوم كتناشد يعني الابن ديالها والابناء ديالها باش يحتضنوها وباش يرجع لها الاملاك ديالها والدار ديالها اللي خلى الزوج ديالها. اذا مشاهدينا ما بقى لي الا نودعكم، نلتقي في مباشر اخر ان شاء الله، الى اللقاء. ما نويتوش هكا كندير ليها، ما نويتوش هكا كون نويت اخرج ليها هكا ما نقعدش معاه كون راني شديت حقي.